أعزائي المتابعين، في هذا العالم المليء بالتفاهات وتحديدا في أعظم مكان على وجه الأرض في مصر، في آخر حتة وآخر ركن في مصر، سبحان الله، واحد ما بيفهمش فيها اكتشف إن الصين عملت الصاروخ الصيني علشان تصور العالم كله. تخيل مش كده وبس، وهو الوحيد اللي عرف الخطة. الأسبوع اللي فات العالم كله تابع الصاروخ الصيني اللي فقدت عليه السيطرة بعد إطلاقه بساعات. النهاردة بعد ما وقع الصاروخ الصيني في بحر العرب قريب من جزر المالديف، والبحرية الأمريكية كانت مصوراه لحظة بلحظة، طلع علينا الناس بتوع نظرية المؤامرة، الحقوا الصاروخ الصيني كان بيصور العالم كله. النهاردة سبحان الله الكشك بتاع حمادة بقى بيعرف الخبرات بتحصل. فكر في ايه؟ النهاردة الصبح حمادة صحي من النوم عرف ان الصين بتخطط عشان تجمع معلومات للعالم كله. ما يعرفش ان الصين فيها اقوى جيش الكتروني في العالم، ما يعرفش ان المخابرات الامريكية كان عندها علم، ما يعرفش ان المصريين كان عندهم علم. سبحان الله فجأة كده هو الوحيد الكشك بتاعه اللي بيبيع فيه بلالين بقى عارف الخطة، وبقى قاعد وبينبه الناس كمان على الفيسبوك. سبحان الله المصريين دول ما لهمش كتالوج. انا بس اللي عايز اعرفه، انت مين قالك على نظرية المؤامرة؟ انت مؤامرات كتير كونية بتحصل حواليك وانت مش عارف، العالم كله بيخطط عشان يسرق منك الكشك. تخيل سبحان الله بيعدوا الكشك، بيعدوا الصاروخ من عندك علشان يصوروه ويعرفوا سعر البلالين اللي انت بتبيعها بكام، وهل البلالين دي مخرومة ولا مش مخرومة. الصين النهاردة وهي بتعمل مركبة فضائية وبتبعت صواريخ للفضاء مستنية ان هي تلفف الصاروخ فوق الوادي الجديد ولا فوق ديروط ولا فوق بورسعيد علشان تجمع معلومات عن المصريين. انا مش عارف اقول لك ايه، انت انسان بتاع بلالين، ده اللي انا اقدر اقوله لك. كل سنه وانتم طيبين، وسيبوا الصاروخ في حاله وخلوا الصين تجمع، وكفايه ال 35 مليون دولار اللي راحوا مننا، وبلاش حماده. وحماده ده مش بني ادم معين، حماده ده كل حماده فتاي، كل واحد بيطلع علينا الصبح كده يقول لك الناس فرحانه وبتطبل واحنا العرب قاعدين بنزغرط والصين صورت العالم. عملت ايه حضرتك لما الصين صورت العالم؟ كنت قاعد متابع سبيس تون. شكرا.